Hello everybody. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد. ودرس اليوم حقيقة يعاني منه طلاب كثير، يقولون لا نعرف كيف نستخدم الكلمات الجديدة في جمل أو في أسئلة، وحقيقة نواجه مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، وهذا يجعلنا نشعر أننا لسنا يعني مرتاحين في التحدث أو في الكتابة أو حتى عندما نستخدم الكلمات الجديدة. خلونا نركز على مجموعة من الكلمات أنا اخترتها بشكل يعني مناسب للمرحلة المتوسطة والمتقدمة أيضا في اللغة الإنجليزية. الحقيقة أنه خليني أشاركك المشاكل التي تواجهها عندما تأتي وتستخدم كلمة جديدة في اللغة الإنجليزية. الكلمة الأولى مثلا هي كلمة development. development يعني معناته التطوير، أو يعني التطوير في مثلا في مجال معين، التطوير في الاقتصاد، التطوير في أي شيء. طبعا أنت عندما تنظر إلى كلمة بهذا الشكل عليك أن تعرف يعني الفعل منها هو ما هو، والصفة وما هي الفعل وما هو الظرف. يعني كثير من الطلاب لا يركزون على هذه النقطة، وحقيقة إنه هذه النقطة هي جوهرية حتى تعرف كيف تستخدم الكلمة بشكل صحيح. يعني development معروف من كلمة ment أنها اسم، والفعل بدون ment تصبح develop يطور، فقد تستخدمها كفعل بدون ment، وقد تستخدمها كما هي وتصبح التطوير. طيب إذا أردنا أن ندخل هذه الكلمة في جملة، فكر معي كيف ممكن أن تستخدمها. أنت طبعا من الطبيعي أنك أنت ستفكر في جملة باللغة العربية ثم ستقوم بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وهذا تقريبا الأنسب، هذه الطريقة الأنسب. يعني عندما أحد يقول لك development معناتها التطور أو التطوير، فأنت تقول مثلا نحن نحتاج للتطوير، هذه جملة نحن نحتاج للتطوير. أو قد تقول لا يوجد تطور أو تطوير في بلادنا، أو التطوير في بلادنا بطيء. يعني عدة أشكال وعدة نقاط، فأنت مخير أن تختار أي جملة مناسبة لك. فخلينا مثلا نستخدم هذه الجملة، مثلا ممكن تقول مثلا There is no، وتستخدم كلمة development مثلا in، وتذكر الدولة أو المكان أو القسم. إذا أنت شغال في شركة فلانية تقول لا يوجد تطوير في العملية الفلانية أو في المبيعات، إن مثلا selling في البيع في الشراء، لا يوجد تطور في الدولة الفلانية، تستطيع أن تستخدم بهذا الشكل. الكلمة مثلا الثانية curriculum. curriculum اللي هو المناهج الدراسية، قد البعض لا يعرف الكلمة هذه، ولكن الكتاب book، لكن المنهج الذي تتبعه وزارة أو دولة أو مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة يسمى curriculum، منهج دراسي. فكيف ممكن استخدمها يا أستاذ مراد؟ كما أخبرتك، يلا بسرعة كذا ببساطة، هذه الكلمة ما هي معناتها منهج؟ ما اسم، جميل، هذا اسم يعني مش صفة، يعني مش منهجي ولا معناتها فعل يمنهج، يعني لا، خلاص بسيطة المسألة، إن منهج دراسي يعني اسم. طيب النقطة اللي بعد ما عرفنا اسم، يلا حاول إنك أنت تستخدم كلمة منهج دراسي في جملة. إذا في اللغة العربية قلنا مثلا مناهجنا الدراسية قوية، أو مناهجنا الدراسية ضعيفة، أو المنهج المدرسة ضعيف أو قوي، أو منهج المدرسة الفلانية، وعلى هذا الحال فتستطيع أن تقول مثلا our، وتضع الكلمة curriculum، أو تجمعها إذا حبيت، our curriculums مناهجنا مثلا are مثلا good ولا bad ولا weak ضعيفة، أو strong قوية، أو الذي تريده. يعني أنا الآن بسهل لك المسألة، إذا جت أي كلمة أمامك تستطيع أن تستخدمها بسهولة، يعني لا تصعب الأمر على نفسك. الكلمة اللي بعدها acceptable، يعني هذه الكلمة معروف إنه معناتها إيش؟ مقبول.
accept الفعل يقبل هذا الفعل. acceptable تمام أضيفت able تحولها إلى صفة أصبح مقبول. مقبول أو مسموح يعني أنا يعني أقبل هذا الشيء فهو مقبول عندي. فكيف تدخلها في جملة؟ قد تقول هذا الموضوع أو هذه النقطة غير مقبولة أو هذا المشروع غير مقبول. تستطيع يعني تستطيع أن تقول this مثلا point يعني نقطة. هذه النقطة التي تتحدثون عنها is not وتضع هذه النقطة غير مقبولة. This point is not acceptable غير مقبولة. لا تحاول أن تجادلني بها. وعلى هذا الحال teenagers اللي هم المراهقون يعني teen أصلا معناتها مراهق يعني أو صغير في السن. teenagers المراهقون. فكيف ممكن تدخل هذه الكلمة في جملة؟ والأمر بسيط جدا. المراهقون في الدولة الفلانية أو في الولايات المتحدة الأمريكية يشربون المخدرات أو المراهقون في المدارس يتحدثون أو يهتمون أو لا يدرسون أو لديهم مشاكل مع آبائهم. صح ولا لا؟ ادخلها بهذا الشكل. مثلا تقول مثلا teenagers تمام in وهذا الدولة الفلانية in USA ولا كذا كذا have لديهم مثلا problems مشاكل مع مين؟ with their parents مع والديهم. وعلى هذا الحال يعني او باختصار يعني اذا مش حابب انك انت تكبر الجمله I don't like teenagers انا ما احبش المراهقين. انا انسان كبير في السن يعني مش انا المراد يعني لا كمثال يعني I don't like teenagers تمام. من الذي أخبرك عن الموضوع الفلاني؟ the teenagers المراهقون in the school اللي في المدرسة. وعلى هذا الحال embarrassing محرج يعني عندما يكون في موقف محرج فتقول it's مثلا it's وتذكر الكلمة it's embarrassing. والله الموضوع محرج يا جماعة it's embarrassing. arrest اللي هو يعتقل أو يوقف فلان. عندما يعتقل شخص الشرطة تعتقل أو توقف رجل أو رجل وزوجته فيقولون they مثلا هم وتحول هذه يعني they يقصد بها بالشرطة يعني they arrest تحولها إلى الماضي مثلا they arrested فلان الفلاني. أو ممكن تقول they will هم سوف arrest me هم سوف يعتقلونني they will arrest me. واضحة النقطة. arrest كفعل معناتها يوقف أو يعتقل فلان الفلاني. political انتقل الكلمة political أصلها politics اللي هي السياسة political سياسي. فأنت كيف تدخل هذه الكلمة في جملة؟ قد تقول أنا لست سياسيا أنا يعني أنا لست موظف سياسي أنا لست رجل سياسي أنا لست سياسي. I am not بسيطة جدا I am not political يعني كده ببساطة أصبح مرات ببساطة I am not political أنا لست سياسيا. هو he is political أو he is a political writer هو كاتب سياسي. وعلى هذا الحال environment البيئة طبعاً أنت ممكن تكون جملة. كيف أكونها أستاذ مراد؟ أنت واضحة عندك من مين تو مين خلاص اتفقنا علينا اسم طبعاً اتفقت على اسم. مثلاً تقول تفكر مثلاً بجملة عربية تقول مثلاً هناك مشاكل في البيئة في بلدي أو البيئة في بلدي بتتضرر أو تحدثنا حول البيئة أو قرأت مقالاً حول البيئة أو شاهدت فيلماً حول البيئة. وعلى هذا الحال أنت يعني سهلها يا جماعة يا إخواني يا إخواتي. البعض يصعب الموضوع يقول لك يعني كلمة طويلة عريضة يعني كيف استخدمها والله الإنجليزي صعب. أنت من تصعب على نفسك يا جماعة. الإنجليزية سهلة وإذا أنت أردت أن تفهمها يعني خذها حبة حبة واصبر عليها ستجد أن الموضوع وصل لك بسهولة. فتقول مثلا I أو we نحن spoke ماضي speak we spoke about نحن تحدثنا عن the environment
إن واذكر الدولة الفلانية، تحدثنا عن البيئة إن مثلا سودان، إن موراكو، إن إيراك، إن سوريا، إن يمن، تحدثنا عن البيئة. البيئة argument، argument اللي هي يتجادل الجدال، يعني أنت مش أحيانا بتكون هناك يعني شجار، ولكن مش شجار عراك، العراق فايت يتقاتل، لكن argument وهو جدال بالفم فقط، يعني لا يوجد جدال بضرب، يعني ما لم تتحول إلى fighting إلى قتال، لكن argument هو ارتفاع الصوت ويعني يتجادلون على موضوع، حتى يوجد منها جدلي مواضيع جدلية. طيب argument ممكن بدون المين تصبح argue يتجادل، وargument الجدال. ركز معايا، شوف كم ركزنا على mint mint mint، يعني خد بالك، يعني فيعني انت عندما تقول argument جدال، في جدال. طيب كيف تدخل هذه الكلمه في جمله؟ تمام، فممكن ان تقول مثلا I don't want، انا لا اريد مثلا to make any argument، مش حابة أعمل معك أي جدال. أو ممكن أن تقول مثلا argument there is a big argument، هناك جدال كبير between بين فلان وفلان، يعني ممكن تقول هذه الكلمة there is argument between، وتذكر الشخص and، هناك جدال أو جدل ما بين الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، argument. تمام، argument اللي هو الجدال. encourage يشجع، يعني أنا سوف أشجعك كي تصل إلى هدفك. I will، واذكر الكلمة، بسيط الأمر يا جماعة، سهلوها إن شاء الله تسهل. achieve، achieve يجتاز. I need، أنا أحتاج، أن I need to، وتذكر الكلمة. I need to achieve my goals، أريد أن أجتاز أهدافي. My مثلا tests، امتحاناتي. اجتياز. Organization، أصلها organize اللي هو ينظم ويرتب. Organization اللي هي المنظمة. Achieve يجتاز. achievements الإنجازات. شوفوا كيف الكلمات بتدمج بعضها مع بعض وهتتطور إن شاء الله. organization منظمة، فممكن تقول our، وتذكر الكلمة. our organization، إن منظمتنا is مثلا، is wonderful، is comfortable، مريحة، is the best، هي الأفضل، is the best. منظمتنا، منظمة الإغاثة الإسلامية، منظمة حقوق الإنسان، منظمة كذا، أي منظمة يعني. Our organization أو your organization، لأنها اسم، وطالما أنها اسم أستطيع أن أتملكها أنا أو يتملكها غيري. My organization منظمتي، your organization منظمتك، is the best، هي الأفضل. وعلى هذا الحال permit، permit يسمح، يعني أنت تسمح لي، يعني تعطيني الحق أنك أنت تجوز لي أن أعمل الشيء. فتقول، تقول لواحد I can't permit you، لا أستطيع أن أسمح لك أنك توقف سيارتك هنا، أو أن تستخدم هذه السيارة، أو أن تدخل في هذه الغرفة. I can't، ممكن I can't، لا أستطيع. I can't permit you، لا أستطيع أن أسمح لك to get in، أن تدخل. وعلى هذا الحال طبعا permit مثل كلمة allow، allow me يعني اسمح لي. illegal أصلها legal، قانوني، و illegal غير قانوني. فأنت قد تقول لأحدهم يقوم بعمل شيء معين، فتقول له it's illegal، this is illegal، هذا غير قانوني يا أخي. ببساطة يعني أنا أوري لك أنه استخدام الجملة عملية بسيطة جدا. أي كلمة جت عندك، البعض يقول كما أخبرتكم صعبة وأنا أجد صعوبة عندما أستخدمها، أنت عشان أنت مدرس يا أستاذ مراد وتعودت، خلاص الأمر بسيط، فأنت مش مشكلة، اتعود مثلي وخلي الأمر يمشي معك، وهتصبح إن شاء الله أفضل مني بإذن الله، صح ولا لا؟ فأنت الأمر بسطه، يعني أي كلمة أمامك illegal قانوني ولا legal قانوني، it's
لانه غير يعني الايدز غير العقل ولا الليجل قانوني او غير قانوني. تستطيع ممكن تستخدم اتس الليجل مثلا كونتراكت، هذا عقد غير قانوني، او هذا مثلا او هذه طريقه غير قانونيه، او هذه يعني اي شيء ممكن تستخدم اتس الليجل. الليجل بوينت نقطه غير قانونيه، او كونتراكت عقد غير قانوني، وعلى هذا الحال against 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 ضد، انا ضدك، انا مع with، وهو against against اللي هو ضد، انا ضد الفريق الفلاني، او انا ضد فلان. تستطيع تستخدم الكلمه هنا انا against، واذكر الشيء اللي انت ضده. I'm against you، انا ضدك، انا ضد النادي الفلاني، انا ضد الاتحاد، الهلال، النصر، الليفربول، مانشستر. ايكونوميك اقتصادي، اصلها ايكونومي بدون الاي والسي تصبح ايكونومي اللي هو الاقتصاد. ايكونوميك اقتصادي صفه، يعني انت الان لو ذهبت للقاموس ايكونومي الاقتصاد الاسم، ايكونوميك صفه اقتصادي. ايوه لما تكون صفه انت حاب انك انت تستخدمها بشكل صح، فيا اما انك يعني تحضرها او تضعها قبل اسم، يعني مثلا تقول مثلا كشفنا الاقتصادي، المعيار الاقتصادي، البيانات الاقتصاديه بهذا الحال. يعني مثلا قد تقول لاحدهم ارني البيانات الاقتصاديه او التقرير الاقتصادي، show me show me the، وضع الكلمه هنا economic مثلا report، report اللي هو تقرير، show me the economic report، لو سمحت ارني التقرير الاقتصادي about حول الدوله الفلانيه او غيرها. اجري اجريكالتشر، اجريكالتشر اللي هي الزراعه، يعني هو كده اسم اجريكالتشر الزراعه او زراعتي اسم صفه. فممكن تقول مثلا اجريكالتشر ان الزراعه ان في الدوله الفلانيه، ممكن تبدا بها الجمله يعني ذا وتضع الكلمه هذه، فاجريكالتشر ان في الدوله الفلانيه ماله از مثلا بيتحسن، از جيتنج بيتر. ايش معنى getting better؟ بيتحسن. طب واذا هو بيزود بيستاء يعني is getting worse، يزداد سوءا، يعني الزراعه بتتحسن في الدوله الفلانيه ولا بتسوء. اذا the agriculture in الدوله الفلانيه is getting better او is getting worse، بتسوء. improve يطور او يحسن، يعني يحسن. أنت تحتاج أن تحسن لغتك. You need، هذا فعل يعني، you need to improve your language. أنت تحتاج أن تطور لغتك، improve. أعتقد أنه أصبحت الأمور واضحة ومشجعة لكثير من الطلاب. اليوم أنت حصلت على كلمات جديدة وحلوة واستفدت منها. ايضا استفدت انه انا سهلت لك كيف الطريقه اللي ممكن تستخدم فيها لو جاتك كلمات جديده وحاب انك تستخدمها في اللغه الانجليزيه. اتمنى ان يكون درس اليوم استفدت منه، واللي عنده اي استفسار او تعليقات على دروس جديده هو حاب ان هو يسمعها مني، انا حاضر ان شاء الله، لاني بركز على التعليقات. احيانا لا ارد على بعض التعليقات بسبب انه انا اجد الاجابه موجوده في بعض الفيديوهات، يعني فاكتفي ان يعني ارسل هذا الطالب ان هناك فيديوهات كثيره على قناتي في قوائم التشغيل، ادخل وابحث عن المقطع، ممكن تكتب حتى اسم المقطع في اداه البحث فسيظهر لك المقطع اللي تريده، كان محادثه، كتابه، قراءه، لفظ، نطق، كله موجود. فلذلك لكن انا ايضا استمد منكم الدروس المستقبليه بناء على تعليقاتكم، يعني ماذا الشيء الذي يعني ترغبون بمشاهدته للمستقبل. اذا شفت يعني او لاحظت انه في طلب كثير على درس معين، تجدوا اني مباشره اقوم بانزال هذا الدرس اكثر من مره احيانا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، لا يوقف الفيديو عندك، ولا تنسى الاشتراك، خلي غيرك يستفيد منه، واضغط لايك، واشوفكم على خير. جود لك، حظا موفقا، سي يو سون، جود باي.